مرحبا بكم حيسات مطابلتنا سلامة جدي بقدم قل الله ساعة الله الدولية من اللينا أكبر قبط عدوى كارج قل قدمكم تو كتسلف لعبة يرسل أكبر شعب دي بحفزة ما يوتربط لابد التجارب قل لا ترد متفاقد تقدمام قلت سكان حل حلوة ملبسو دي باس بابو مشاكل حمامات عاديهم حضرات هيبا شركة مواصلات حالات اسك قواغات مدير الدكم حرقة حديث أنبتت أمريكا ثلاثة سنة حقو ثلاثة سنة دي مغادشو سفارة فتحت رئيس وزراء روسيا دي بكيوبا زيارة ودام دارة رئيس ترامب دي بترب بداعة اتحاد أوروبا وسوق جمارك قررت دي بتفاصيل أخبار كده بنتعدى حسام طابلتنا حبره من وزارة حرس زلام أول دي بدوارات بعد قلت التلالة سبت قدر حرستوت لا بشلة زرعهم أجيد إن بتكو أقل أكبه وزارة حرس تأتفا قدم دي بتفاصيل أخبار قلنا قبل شعب مديرة بعد أبعاد متسكان دارة دوايح مبيرم وحرقيق وين بفنتيت دي بحفزة ما يوتربط لبهم تتجارب زيادة قلة تردو حاكم أغليم قبلة بحركة برقادر جنرال تقل لبسو أتفا قدام دي بيهم حتى أكتوبر مثل وكايل دقاقيت ومسؤولين دارة الدوائح مديريت بازع دي بلو دي يدق برقادر جنرال تقل دي با مديريت لهلا محازات وأدبر كمسة الأرض حرس اندات كارارا وتشارعا أقل لتفاح دارة تقليم بمتحسر زي تقدم لا تقدم ببرنامج سبتها لا دي بفيرارو مشاركة شعب قلتي زيت لاكام أبجد ترود لا تبرنا عقمت أسك الله فإذا كمسل إيه تركبه من عند حبرة هي حرستوت قل حفزة مايوة وحايز أقل لكرا وعقمت وجرايف قل أسنو أقل لخدمه مكرام دي بدن قوبا يا خراب عشي أقل لتاون دي با من مسؤولية برا عشي للأخر بو مصدر ترد تقل تنسى قوانين عند فقرة هسك دار الدوايح أقل لتشك أبو أقل لتشك أبو كمسلتو عند أتفاع غدا بريقادر جنرال تخلي خدمات ما يتروي بات صحال قل ركبه من قزان قحتي لين قل اللي تحب برنامج كم سنة اللي حبره مشتركة دي بها بوري برنامج عمار قل اللي تدكب منهم للطلب قل اتمو دوليام كم سالتهم من داكدو سد لبيلو رأي قدمو إريتريا من يوم 10/8 سك 10 سبتمبر دي بالقبا دناي سيمبوزيوم افيشن كم سلوما من 10/4 سبتمبر سك 4 اكتوبر دي بالقبا هلا على باربع مؤتمر دناي منظمه افيشن شاركتهم تل 4 وكل دوله وسبع سيارات افيشن لا شاركوا تو سيمبوزيوم لا شاركوا تو تكم سلوما متوسعه وثلاث انفار دول سيارات افيشن هيبه خدمات لا شاركوا تو مؤتمر أبجات إريتريا مدير عام فرا سيفل أفيشن السيد باولوس كحساي ونفر قنصلية إريتريا دي بكندا السيد سامي الكرماي وكلام هلوم التامنة سبت دي بأمن ودحان أفيشن مواصلات جو سواق الطيارات إدارة عام قانون وشروطات لركزة وراغب حصل تقدم دي بهلان أفيشن سين عطلات المصانع مثل رئيس لقي سفريات قلع فقدمها مدير عام فرا سيفل أفيشن السيد باولوس كحساي تلا قدمها كلمة إريتريا دي بعد داليو دحنو أمنو لتأكد أبيشن فزاعت شعب دي بهو عابيوت ولا تمرحبون أبيشن أمن قل لها الليلة فرمت استراتيجية بقاعة تفعل توع لك مثل اللي تشرحهم إريتريا لبدرجة عالم أب وقم 7 كلمة أمن أبيشن 7.5 متايت اندا سجلت كمسل حالة فتوم اللي هي فعالية اتفاقية الدنيا منظمة سيفيل أبيشن تقدم التكمسل اللي تبرهام إريتريا نفر الدنيا منظمة سيفيل أفيشن قبل دي بلات يوم مارس مارس سنة كلا 2000 جوا كم سلة خططت لتعمرهم اللي كنا دي بنتو إريتريا وإثيوبيا دي بهلا باكات تجارة وكسة رأس مال لا أما ما هدق اقتصاد دي بيوم 10/7 سبتمبر دي بمدينة فولينغن جرمن قبام أتا زيادة 4 وكايل مؤسسات جرمان شارك وتهدق دي بسفارة إريتريا أت جرمان مسؤول وراتا الدبلوماسية قبيل وميديا سيتخلو لباس دي باس مع كلمة فضل جهد شعب وحكومة إريتريا دول قار أفريقيا بحركة يح النيل لكيدا دول دي بكل مجالات حبر لقد ما أبا أرديت كلكت كمسلة ليتن حبرا إريتريا نايكبت عد وقوار برامجات عمار
هندي تنتشكا كمسل هليت شرحام جميع شؤون اقتصاد وقصه راس مال السيد يوهانس ياسو بجاتو تجارب وادي بيرتريا مهم ابقات قصه راس مال بقص استودع فيح قولا قدما مثل وكاله فناتيا مؤسسات تقندودا يفهم مجتمع تجارة بسبت إريتريا قل اللعبة هدق ودوم مشتركة أبجاتهم أبالتها يبتهم حبر حقوة لحمد ومسل إريتريا لهلا أبكات تجارة وكسات رأس مال أبتأستل كم سلروا شرحهم أبجات بعد تقل هذا قبوت جبت شعبية تقل ديمقراطية وعدالة لا أمام محبر قومات قبام من كل مدائن بريطانيا لما تسوى أنفر أفرعت مجامع وأقسام شبابات جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة مسؤولين محور تناول دانسات إريتريا وجاليات التكم سلومامة نظام شبابات وارساي دي بلا حدرو يوم 28 سبتمبر دي مدينة بيرمنغهام بريطانيا قبام سفير إريتريا دي بريطانيا وقبلة إيرلندا سيد ستيفانو سابتا ماريام دي بهابي شرح دي بحل في عصر سنة شعب إريتريا وأمير حيتون سياسة اقتصاد ودبلوماسية ويديبات تكم سلوما أبا منع للهجومات عسكرية تقل لتعدوا ولا أفشلوا لا قدروا دي بقدلا لتركب سوالف منه لا حفزوا كم سلتون دابرا تلا بأيمان هلينا مرحلة السلام حداس هذا قبوت جب الشعبية بهلت هذا قبوت كل مسالح وطن وادحن كم سلتون دا تأمن أبو لتقدم أبو كم سل هلا أبراهام أتعدنا ومنطقتنا سجول هلا تطورات دبلوماسية تكم سلوما دي بهرار برامجات عمار لا خاص استوضح فايح لابا سفير ستيفانوس دي بخارج لانو برير ترين ما تنفعت ارزاق عدو مقلق بهم بافراد وكم كمت قبي راس مالهم لا كسوت مجالات كم سلدال اقلوم افهمام تم حبر قومات تقارير وراتات ارترين دي بكل متنظام وقادم تفكير سياسة جب الشعبيت ميساقو اهدافو اهمية متنظام اقبو يبال حد دقش تقدمام الدنقو با مشتركة بدرجة بريطانيا حمس نفر لابا جهت ممقر حيات جب الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة حقو تحريت جب الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة أقل الدكب واضح والأدمع برامجات شغل أقل الفقر أقل فعاليته أقل خدمه التفعو وبجات بعدات أرترين سكان مدينة مونشن وكالن مسؤول كل مواطن تو اندا بيلو 4500 يورو أقل رعاية عائلات شهداء برعوم زيادة سسمة سكان حلحل وملبسو دي بأسباب ومشاكل الحمام عديو بعامة حمام يابسو هنا بفنتي تلاقصس محاضرات تهيبام لا من يوم عسرة حتى سك عسرة واسس سبتمبر بمكتب عافية وإدارة مديرية حلحل لا تهيبا محاضرات بسبت لا دي بمتصورح سبتمبر عفوا دي بالا متصورح ديسمبر أقل لك بايتون لها برنامج فيرارو في الديت يابسو ولا قبال مدالي التوضيح تقدمام مسؤول مركز عافيه لا مديريه نرس ابراهيم سلموني يعني دي بحلف سنوات بلغ بجد حبر من سنه 2010 سمانه سك سنه 2010 سادي بمديريه لسجل الزهره حمام تقع تمثل نقصت عند حبره اللي ركبت له اللي تعوته قال تدايم دي بحمامات لا بعد ما الا مس الهيرار قال له اللي حبر قال تقدم كم سل واجب شرح مديريه حل على السيد قرماطي ان ابراهيم جاتو سكان دي بنظافه دوار لا او متحسر حمدام مكتب وزارة عمل ورعاية اجتماعية مديرية عدو خالة مشاكل اجتماعية واقتصاد قلبهم مواطنين اتحدرام مسؤولة لمكتب السيدة ترحل سلمون لبرنامج التلالي نايلة قلت سدايت عائلات شوادة ومسكونة ملقى بسدايت كم سلتون حبرت قلت سعر رفعت يتايم لاتن عائلات كل منن أسرى الف نغفة اندات يممت أبو وراتات نواي واتحضروتكم سلقبات أمرام سدايت لقبت قلوم جهات راكبة من هلو سدايت أبلت وقلت قل لتنفع أباكم سلتون داكدو لا برنامج دي بعد قل لبسح كم سل دمنو شرحو ومبللي قل سسا درساي سدايتكم سلقبات قلوم إرينا حبرام شركة مواصلات حرات لتهيب خدمة قلت أفيح لتودي لتسان حد جد من أسمرة سك قواقات مديرة دكم حريق خط حديث عند تكسط خدمة أنبتام لخط قلت لتكسط دي بيوم حتى أكتوبر دي بقواقات تلقى بتعادت مسؤول أوبريشن إلى مؤسسة السيد نوكس قرز جير دي بس 80 كيلومتر لريمو خط أسمرة دكم حريق قواقات
قل حتى تذكرت بعصر الساعة أنا فاقد مت لتهي بأتوبوس يوم متكم سلنت حبرام دي باباكات لها اللي ها عصر حتى دقيت ودي بخط جرجرة دك محل لها اللي بعدات حمست دقيت ما تنفعتنا إلى خط كم سل قبل ركبنا حبره تفهم تعلم قبلت مسؤول شركة مواصلات حراتة السيدة فورك مبراتو بجاتو شركتهم من واسك دي بأقليم دي بكبت إلا أن دي بأقليم حمس خط عندت كستة قل شعب بعول رات عقد ما تهيب كم سلالات عند حبرة ما تنفعت دي بلا نسو دمانة خط قل لأكدو أدفع قدام نبي ركيب وقال خدمات مواصلات لا تجرس كم سلسان حول حبرة وسكان دي بلا بويرا دي بلا هبو راي راك بامل هلو خدمات قل لتحفز منهم للطلب قل دو دوليام كم سلتم أكدوم دي بدارة مديرية دك محرال هليت أقاوات من ترى أمني دي بنكر مفكار صحي حد 10-5 كيلومتر راي متان أتباته 4 و9 ساعات لابتهم 8 شبابات من الدرسو دي بيوم 10 سبتمبر دي بلقبت عدد مدحرات سلس ورح تاهيل سرب حتين شغيت نبرة وحساب لكم كم كم سل درسو تشرحهم لا دحرو لألو ركبو بخت زيادة مسؤولية سبت لا رفعهم دي برنامجات بناوطن دورو مقلعابو دولي عم كم سل توما كدو مسؤول جبت شعبية كل ديمقراطية وعدالة تغليم كملات بحركة سيد هيل تول دبرهن ورئيس محبروطن شبابات ودرس إريتريا سيد صالح أحمد دين نباس معه كلمات شبابات أمر و مهنة بقوتنا تصورو رحوم قل لقدرو أردية قل تتفح لتفنا تبرا مجال تسرق لكم سالة لن حبرا لا درسو لا قصبو أمر أفعل قل لشكوبو ولطور تفانو حقول لما تعديت دي بأكبر خارج قل نتعدي أمريكا حق 3 سنة دي بمقاديشو عاصمة صوماليا سفارتها بحديث كم سل فتحت أمورها نعم سفير أمريكا دي بصومال دونالد ياماموتو اللي بخص اسماله دي بابي شرح عدو مدينة مقاديشو سفارتها بحديث كم سل فتحت حقه وأكده اللي تاريخ حدث اللي صومال من نحل فوقت قروب عند أمبتت سجلوا لها اللي تعبوت كم سل لاري أفهمام دي مدينة مقاديشو لمركز سفارة أمريكا معاونة كل الجهات قلت الدكب الدنيا مصالح استراتيجية أمريكا دي باكدوت نعمن سياسة اقتصاد أهداف كل الدولة دي فعل قلو عال كم سلتقدم سفير ياماموتو حبور هلام سومان من وديق النظام سياد بارد سنة 1909 حتى دي بحرب أدحد وكعيدة حقولة شممت أمريكا دي بمدينة مقاديشو لعالة سفارتها كم سلدبات تقارير الحبرهم منات أمريكا وحكومة فدرالية صومال دي بسنة 2013 رسمي كمسل تأمر راحق ولا حبرت علاقة دبلوماسية كل الدولة دي بتحيست مدز كمسل سنحة تقارير توساك لأفهمهم أمريكا دي بورح ديسمبر سنة 2008 سفير ثابت نيممت مثل صومال علاقة دبلوماسية من ما أسست بسبب فرد أمن لا سفير دي بمدينة نيروبي عاصمة كينيا عندها قبع وراتاتو سرقل كمسل سنحة عيماتات الحبرهم أمريكا 3 سنة دابت على صنحة سفارتها دي بمدينة مقاديشو لمركز سفارتها بحديث من كستت لبسبب دقش وإيها اللي يتنزام واتكت على الدولة الصومال عوت ديبلوماسية وسياسة كمسلتا محللين سياسة قرق فيقيا شرحهم رئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفيديف أتى كيوبا زيارة شغل جليدة مدينة هافانا أتام رئيس ميدفيديف دي بكوبا دي بات أن حط وقت مثل رئيس العد دياز كاني وبعدها مقولام سب سلطة دا محبرا قل هدك مسلطو عيماتا تخبار لك دولة شارحات اللام رئيس وزراء ميدفيديف قرى رئيس فلاديمير بوتين سنة 2004 لا وديها زيارة أتنا الحلفة 5 سنة دي بعد ألا لتمثل زيارة والدلالة كالاي وقول بعد سلطة روسيا كم سلطو تقارير الحبرون اللي هي نايلات فنجا كل لحكومات ولا دولات لهليت زياد 5 سنة لو ديت علاقة تردد كم سلطة لا تقارير لا فهمهم زيارة رئيس ميدفيديف ديب كوبا زيارة والدلالة لعد من أمريكا اقتصاد وسياسة تغد سودو فادي بهلا توغطوم
بلي هدف لزيارة كوبا من أمريكا سودو فلالة جغط قلت قابه دي بالت وديه دق روسيا متورا عند بطرت كم سال تصديا قل لأكد كم سال تلا منطقة من قروب لدلو محلل سياسة شرحهم اللي هيني كيبا كما ناي مدة حرب برود أبجغط ومحلكيت أمريكا عنديت برق سدايت ناي سب شركة لا تندول قل تركب كم سالتان لأكد كم سال تلا محللين بتوساك شرحهم رئيس بوتين سنة كل 1004 دي بكيوبا تلا وديا زيارة روسيا لا عد منات او دو لا على كيلو لا سعمن مئت او سعمت هاي كمسل مسحته لتفقدم هم بللي التل سنوات قروب بزحنا مالية مؤسسات روسيا مجال صناعة كيوبا قل المولى لا قدر نيامات مليونات دولارات اتفاقيات كمسل فرمية لتقارير الاب لا حبرم رئيس وزراء ميدفيديف دي با ودا زيارتنا فنقا روسيا وكيوبا اتفاقيات قل فرم مسيد كمسل هل اللي تهدق اللي بأرزاء قزون تجارة كمسلتو بالت سجل اللي تعبو تقتصاد وصناعة متحسات كيس اتراس من راكبت اللي منطقة قبلت ومقبع أمريكا لباتو تأثير قلت هدق قبل تقدم روسيا لمن أمريكا عداوات سادفن كمسل هل اللي تهدق كمسل فنزويلا ونيكاراغو لمسل دول منطقة سدايت كمسل تودق لن لتأمر إدارة رئيس ترامب دي بترب بداعة اتحاد أوروبا ناي عسرة وحمس متايت وسوق جمارك قلت غرر كمسل تشرحت لا دي بزيادة 7.5 بليون دولار لا عولو بداعة قرور على جمارك بليس لاتحاد أوروبا شركات إيريباس وديو له اللي تسدايت كمسل تو رئيس ترامب أتأمرام لا سدايت من قانون برا كمسل تا عند شرحت لا إدارة صناعة مواصلات جو عدة دي بو تأثير أقوي وايدة كمسل الليت حمام لا ستات لتمت يوم 10-8 اكتوبر دي بفعل قلو عالكم سلطومة تامرام الستات اللي لتقاوم اتحاد اوروبا دي ببدعة امريكا الا لتمثل مصدر كم سلنس شرح سبت هلت اي مفاهمة تجارة كل الاجهات قل الا كيلمو كم سلقدر ميمرت لا حبرون فنقا تجارة امريكا واتحاد اوروبا ادارة رئيس ترامب لحلف السنة دي بترب حتين والمينيوم نايل اتحاد وسوق جمارك حقولا قررت كم سالكانتا تغارير الحبرام حيسام مطابلتنا كل ساعة لندن على أكبر كبتات وخارج دي بالله أطمام لينام